صباح على حضراتكم مرة تانية من جديد في صباح الخير يا مصر. وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا خلونا نروح لمنى الشرقاوي ونعرف منها آخر أخبار الطقس والمرور والعملات وأيضا أسعار الذهب. لكن في البداية منى، يعني معنا النهاردة فقرة خاصة جدا عن فكرة تربية الأطفال بعيدا عن استخدام أو الإفراط في استخدام الموبايل. بتتعامل إزاي مع أولادك في الموضوع ده تحديدا؟ صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا بسنت. الموضوع مش سهل خالص يا أحمد، خصوصا بعد جائحة كورونا. حتى لو كنا محددين سكرين تايم أو وقت محدد الشاشة، بعد كورونا بقينا مجبرين على التعامل أونلاين في المدارس أغلب الوقت. فالولاد اللي كنا محددين لهم انهم متعودين ياخدوا التليفون لمدة نص ساعة مثلا او ساعة في اليوم، ما بقيناش عندنا قدرة على السيطرة على النقطة دي، خصوصا انهم بيقضوا وقت طويل جدا على الموبايل كان في التحصيل. بعد بقى لما رجعنا المدارس ما بقيناش عارفين ناخد منهم تاني الموبايل والتابلت واللابتوب والتعرض يعني لفكرة الشاشة. يعني بيبقى فيه، كان احمد يعني جاب سيره في المقدمه، ان الاطفال دلوقتي بقى عندهم تطلع كمان في الالعاب بشكل مختلف، ان خلاص بقوا بيستسهلوا مش هم كمان يلعبوا، انهم يحاولوا يشتروا اكونتس موجوده او حسابات موجوده جاهزه تكون واصله لمراحل متقدمه، بحيث انهم يتفاخروا بينهم وبين بعض انهم وصلوا لمراحل متقدمه، عندها الالعاب دي ممكن يكون عندها اشكال مختلفه او لبس مختلف مثلا في بعض الالعاب زي لعبه ببجي او غيرها. فبقى في تطلع مختلف وبقى في عالم مختلف للاطفال. النقطه الثانيه كمان ان في سن ما كانش بياخد اصلا الموبايل او ما كانش بياخد يعني بيتعرض لشاشات خاصه الكترونيه، لكن الوضع اختلف تماما، خصوصا ان احنا كمان كاهالي بقينا حيرانين نديهم كورسات زياده تزود لهم معلوماتهم، كورسات روبوتكس، كورسات كودينج او حاجه لها علاقه بكده، ولا نبعد عنهم الموبايل. ربنا يعدي يعني المراحل الصعبه دي في تربيه الاطفال على خير، وان شاء الله دايما ولادنا يبقوا في احسن واحسن. خلينا دلوقتي مشاهدينا لكل الناس اللي ما نزلتش نستعرض معاهم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. نبتدي جولتنا من كوبري 15 مايو اللي بيشهد سيولة مرورية في الاتجاهين سواء المتجه لوسط البلد أو المهندسين. أما كوبري أكتوبر بقى الاتجاه الآخر لغاية ما بنوصل لميدان رمسيس والعباسية وغمرة، من المتوقع أن يكون في زيادة للكثافة بعد شوية في الوقت اللي الموظفين بتروح فيه لأعمالهم. طريق الكورنيش من المظلات لوسط البلد احنا شايفين فيه بعض الكثافات المرورية المتحركة لغاية ميدان التحرير، وبعدها سيولة مرورية مكملة على الكورنيش ولغاية مناطق حلوان. المتجه لشارع بورسعيد والشرابية وحدايق القبة ولغاية كوبري السواح والأمرية والعكس هيلاقي بعض الكثافات البسيطة. نكمل جولتنا في شوارع الجيزة وتحديدا من شارع السودان، احنا شايفين كثافة مرورية بسيطة، هنفضل ماشيين لغاية ما بنوصل لجامعة القاهرة، هناك هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة. لو بصينا في منطقة الدقي هنلاقي ان في سيولة مرورية لغاية كوبري قصر النيل وميدان التحرير، وهنلاقي كثافات طبعا كبيرة في الوقت ده على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لكوبري ثروت ولغاية شارع احمد زويل، هناك هنلاقي بعض الكثافات. نسيب القاهرة ونروح لسوهاج ونبتدي من محطة قطر سوهاج، الطريق عندها بطبيعة الحال بيشهد كثافة نسبية، وهنتجه نشوف شارع وطريق الحواويش اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية لغاية ما بنوصل للشارع اللي فيه مستشفى أخميم المركزي، هنلاقي فيه هناك سيولة مرورية. لو فضلنا ماشيين لغاية ما نروح طريق جرجة احنا شايفين سيولة مرورية متقطعة مع وجود بعض الكثافات البسيطة اللي ممكن نقابلها في منتصف الطريق، لكن إجمالا مش هنلاقي مشاكل في الطريق خالص. دلوقتي مشاهدينا تعالوا مع بعض نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي 18 جنيه 54 قرش للشراء، 18 جنيه 62 قرش للبيع. اليورو 19 جنيه 74 قرش للشراء، 19 جنيه 84 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني 23 جنيه 16 قرش للشراء، 23 جنيه 27 قرش للبيع. الفرنك السويسري 19 جنيه 25 قرش للشراء، 19 جنيه 34 قرش للبيع. اليوان الصيني 2 جنيه 76 قرش للشراء، 2 جنيه 78 قرش للبيع. ريال سعودي 4 جنيه 94 قرش للشراء، 4 جنيه 96 قرش للبيع. دينار كويتي 60 جنيه 60 قرش للشراء، 60 جنيه 89 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي 5 جنيه 4 قروش للشراء، 5 جنيه 7 قروش للبيع.
وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب فخلينا نشوف الجرام سجل كام. عيار 18 الجرام سجل 903 جنيه، عيار 21 سعر الجرام 1055 جنيه، عيار 24 سجل 1206 جنيه، والجنيه الذهب مسجل 8440 جنيه. ودلوقتي خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. الجو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وهيكون في نشاط رياح على شمال وجنوب الصعيد وشبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39 درجة، والأقل هتكون في دمياط 26 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.